لم يتردد رئيس إيران المنتخب لحظة في رفض لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طلب منه ذلك يوما. سيادة الرئيس، في حال ألغيت العقوبات، هل أنتم مستعدون لمقابلة الرئيس الأمريكي من أجل حل المشكلات بين البلدين؟ خير. بهذه اللا أراد رئيسي توجيه رسالة لحكام واشنطن مفادها بأن ركائز سياسته الخارجية ثلاثة: التفاوض من مبدأ العزة، والأمن من مبدأ السلطة، والسلام من مبدأ القوة. سنسعى في سياستنا الخارجية إلى علاقات متوازنة واسعة مع دول العالم. أي مفاوضات تضمن مصالحنا الوطنية سندعمها، لكننا لن نربط ظروفنا الاقتصادية وأوضاع الناس بها، ولن نسمح بالتفاوض من أجل التفاوض. لا نقبل بأن تتحول المفاوضات إلى استنزاف للوقت، بل يجب أن تكون هناك نتيجة في كل اجتماع. حاليا لا أفاق لأي انفراجة في العلاقات بين الطرفين في ظل غياب التفاهم في فيينا. فشل المفاوضات النووية سيحتم على رئيسي تطبيق قانون مجلس الشورى الاستراتيجية الذي تخشى منه أمريكا والغرب. مبدأ علاقاتنا مع أمريكا واضح، والأمريكيون يعلمون أنهم ما داموا يواصلون سياساتهم الاستكبارية والاستعمارية في المنطقة ويتدخلون في شؤون إيران، فلن تكون هناك علاقات بيننا وبينهم. يربط الساسة في إيران بين تغيير العلاقات الأمريكية الإيرانية ونهج واشنطن وسلوكياتها في المنطقة، فاغتيال شهيد سليماني ودعم إسرائيل لا محدود وعسكرة المنطقة ومحاولة تغيير النظام في إيران أمور تلزم طهران أن تواجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي بشتى السبل والإمكانات. 4 عقود من التوتر بين إيران وأمريكا، خلافات جوهرية كبيرة على قضايا المنطقة والعالم. لذا يقول خبراء إن تطبيع العلاقات بين الطرفين لم ولن يكون غاية للنظام الإيراني حتى وإن تغير الرؤساء والحكومات، وبناء عليه تبقى جميع السيناريوهات مطروحة على طاولة الرئيس الإيراني الجديد. ملك عابد، طهران، الميادين.